فين وسط اللي معاك؟ شبغيتي؟ دابا 100 مليون صحاب. بغيت نعرف شحال الديشيري اش صافط لك ود عايش. ربنا انا ويا ضريبه خاصني 50 مليون. اول حاجه بعد ما قريت السيناريو حاولت نعطيه واحد، بعد ما قريته المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه حاولت نعطيه واحد المسافه. انا صراحه هذا الشيء اللي درت نسيته، ما بقيت كنفكر فيه ورجعت للدرب فين كنت ساكن. انا ولد بوزنيقه، ولد واحد الحي شعبي دائره 15، وتفكرت كاع هذيك الطفوله اللي دوزت تما، القصص اللي عشت او القصص اللي سمعت، وحاولت نشوفهم بواحد العين ماشي ديال واحد من برا ولكن العين ديال واحد من الداخل. فرجعت كنلبس داكشي اللي كنا كنلبسوه حنا صغار، كنلبس داكشي اللي كيلبسوا صحابي وحنا صغار، داكشي اللي كيلبسوا الناس وانا كنشوفهم دابا. اللي نقدر نقول هو بالصح فاش كنت كنسالي تورناج وكنت كنمشي نجلس في شي بلاصه، كنحس براسي الانرجي ديالي بقى لاصقه بياسير، حسيت بواحد العنف راكبني، حسيت براسي ما بقيتش كنخاف كثر. كنكون جالس في شي بلاصه مخرج عينيا، حيت انا ضاربت حسينه ديال خرج عينيا، حاس براسي ما عرفتش، حسيت بديك الانرجي ديال ياسير ركبتني، ولكن الى درجه انها زعما تخلطات صراحه ما وعيتش بهذه المساله. اولا هند هي بنت المعهد العالي في المسرح والتمثيل الثقافي، نفس المعهد اللي قريت فيه، وكانت هذه هي اول مره غنتلاقى بها، عمرنا خدمنا مع بعضياتنا ولا عمرنا تلاقينا مع بعضياتنا، هي بروموسيون قبل مني. ولكن في هذا الفيلم اون فوا سقنا الخبار، راه حنا اللي لاعبين هذوك لي دو بيرسوناج، تواصلنا مع بعضياتنا، بقينا كنهضروا غير بالواتساب والانستغرام. نهار غادي نتلاقاو اوتوماتيكمون تيكون ما بين لي زاكتور كيكون بارفا واحد البارير، كيكون صعيب يتهرس داك البروفيسيوناليزم، كتقول واش ندخل عليه ما ندخلش عليه ما ندخلش عليه. في الكا ديالي انا وهند سبونتانيمون حنايا دخلنا على بعضياتنا، بالزربه تصاحبنا، بالزربه ولينا صحاب، كنضحكوا مع بعضياتنا، كيسالي التورناج كنقدروا نخرجوا، كنمشيو هنا كنبقاو كنهضروا. كنظن هذه المساله عاونات بزاف. هذا هو اول دور بمساحه نقول معتبره بعد ما تخرجت من المعهد، وعليها كنعتبره بمثابه تمرين مهم بالنسبه ليا. داكشي اللي كنت قريت في المعهد كانت هذه هي الفرصه فين نجربه ولا فين نشوف كيفاش كيدار بالصح. المسرح ماشي هو الكاميرا، ولكن طبعا كاين تشابه كبير. فنتمنى يدخل عليا بفعل خير كما قلتي، ونتمنى ان الجمهور ايضا انه يعجبه ويتلقاه بصدر رحب ويبان ليه المجهود اللي كان فيه. العام اللي فات قررنا انا والزوجه ديالي خديجه زوال، كنوجه لها التحيه من هذا المنبر، اننا نمشيو نهاجروا لنيويورك بالولايات المتحده. مشينا كيف ما قلتي، مشينا باش نكتشفوا افاق جديده، نكتشفوا طموحات جديده، نحتكوا مع ثقافات جديده، خاصه الولايات المتحده كل شيء فيها دي زيميغرون، كل واحد منين جاي. فمهمه بزاف هذه المساله من الناحيه الانسانيه بالنسبه للممثل، كيزيد يعمر كيزيد يتشرب اشياء. واللي زوين لا انا وخديجه اتفقنا من النهار الاول، قلنا ان هذه تجربه ماشي واحد القرار ديال اننا مشينا لواحد البلاصه اخرى، تجربه نزيدو نطوروا فيها ذاتنا، ولكن راحنا ممثلين في المغرب دائما باقيين باغيين نديروا المسرح. خديجه خاصه باقا دير المسرح، راه باقا عندها واحد لا تورني هنايا في المغرب، وحتى انا بنفس الفكره على اساس انني غنمشي نعيش تما نكتشف افاق ونرجع لبلادي.